بورصة الأسعار، ومش نرجعوا على أهم الأسعار لليوم، اليوم تحديدا اليوم الأربعاء، مش نرجعوا على الأسعار الخضرة الغلة على الكميات مع سامين الكافي عن إدارة الاستغلال بالشركة التونسية لأسواق الجملة. أهلا وسهلا ومرحبا بك سامين. نهاركم طيب، نهاركم سعيد بكم والمستمعين. مشكور جدا، كنت حاول تبدل البلاصة باش هكاك نسموك أحسن ونحكي وبأكثر تفاصيل على الأسعار لليوم. ما نعرفش كنت تسمع فينا. تفضل سامين. بالنسبة اليوم عنا بالنسبة للكميات الجملية من التزويد عنا 1250 طن. مفصلة 790 خضر و 460 غلال. نعطيه فكرة على بعض أسعار المواد الأساسية. بالنسبة للبطاطا السعر الأكثر تداول دينار حتى 13% كسعر أقصى. بالنسبة للطماطم زوز دينارات. بالنسبة للفلفل الحار وحلو 3 دينارات. البصل الجاف من دينار دينار و400، والبصل الأخضر من 700 دينار و200. بالنسبة للدقلة عندنا السعر الأدنى 3000، السعر الأكثر تداول 6500، والسعر الأقصى 9000. ناخذ بعض ما نعرفش نعطيه لمحة على بعض الورقيات. عندنا المعدنوس 870، الأقصى دينار و200. المعدنوس نحن الوحدة المعتمدة هو الكيلوغرام. إي. وبالنسبة للسوناري عندنا من 1140 ل 1500، والبسباس من 500 دينار. ديما نحكيو راهو الوحدة هو الكيلوغرام. إي للكيلو إي. ديما الكيلو. ناخذوا بعض الغلال، عندنا التفاح من 2350 حتى 4000 كسعر اقصى. عندنا المالتي من 600 دينار. وبالنسبه للبرتقال المسكي عندنا من 700 دينار و500 كسعر اقصى. وبالنسبه للتومسون السعر الاكثر تداول دينار و800. دينار و800 السعر الاكثر تداول. وسامين قديش نحن نحكيو لهنا سوق الجملة قديش قاعد يوصل للمستهلك تقريبا؟ والله بالنسبة نحن نعاود ونذكروا لهذه أسعار جملة. وبالنسبة للهامش الربح مثال كيما التومسون دينار و800، هامش الربح 25%. معناها باش يكون يوصل حتى ل 3000. معناها عندنا الأسعار من 800 حتى 6000. نحن نحكيو على المعدل. هامش الربح كي يبدا السعر فوق سعر الكيلوغرام فوق دينار و500، هامش الربح 25%. 25% هو هامش الربح المعدل، هو اللي المفروض ما يتمش تجاوزه. ما يتمش تجاوزه. الفرق المراقبه الاقتصاديه قاعده تخدم وقاعده تقوم بدورها، وان شاء الله فهمتني يوصل للمستهلك فهمتني بالاسعار هذه الاسعار المقبول. سمع عنا سابقه قياسيه في القوارص. عملناه حسب تقديرات فما 200,000 طن. سنة فما فوق 370,000 طن. نحكيو ديما على القوارص. قوارص. نحكيو على نرجع بك للخضره اللي برشا تساؤلات، يقول لك هل انه الطماطم ناقصه والا لا؟ فما شويه نقص. نحن نعرفوا البريود هذه معناها فيها تقاطع للفصول. معناها الطماطم المعروفه عنا بالطماطم الشمسيه تكون في معناها في اخرها ما هيش موجوده. فما طماطم البكورات، طماطم البكورات نعرفوا اللي فيها معناها تكلفة بالنسبة للإنتاج نتاعها، فيها بيوت مكيفة، فيها خدمة خاصة شوية. تمت مراجعة بالنسبة للتسعيرة كانت قبل 12% و14% تو ب 2000. والحقيقة فما نقص. إن شاء الله نتوقعوا كونه في الأيامات الجاية باش يكون فما تحسن في التزويد إن شاء الله في الطماطم وفي الفلفل. في الطماطم بحكم فما مناطق إنتاج فهمتني؟ باش يكون ان شاء الله معناها تكون حاضره باش النوعيه هذه من المنتوج تكون متوفره ان شاء الله. تكون متوفره توا قداش؟ طبعا ديما تقعد راهو معناها ما هيش كما في وقتها في فصلها. احنا نعرفوا الطماطم الفلفل والطماطم معناها في الصيف يبدا موجود. توا يبدا ناقص شويه. غير الفلفل والطماطم بقيت معناها المنتوجات متوفره. بالنسبه كان معنا البارح ممثل وزاره التجاره وحكينا معها على البنان، خلينا نقولوا عمليه التوزيع ماهيش باش تتعدى بسوق الجمله. مبدئيا حسب المعلومات المتوفره باش يكون في الفضاءات المساحات التجاريه الكبرى باش يقع توزيعها معناها عن طريق المساحات التجاريه، ونتصور معناها يكون معناها ممكن يكون اضمن.
مش توصل للمستهلك بالتسعيرة بالكمية المطلوبة إن شاء الله. واضح، مشكور جدا سي أمين على توضيحات هذوما الكل. في كل مرة بورصة الأسعار نرجع معاه على أهم الأسعار اللي يتم تداولها يوما بيوم، من حيث الزيادة، من حيث نقصان الأسعار، أو حيث الكميات، أو المواد اللي يتسألوا عليها تونس ويقولك موجودة ولا ما هيش موجودة. الإجابة كافية من عند ممثل سوق الجملة. الحوار كامل تلقاه على قناة يوتيوب إكسبريس أف أم. مواصلين معاكم حتى للحداش، تابعونا ما تبعدوش.